الحصاد من قناة الفلوج. طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في حصاد الفلوج، يقرأه عليكم عبد الرحمن النجار ومعكم أسماء زرمان. والبداية بأبرز العناوين. أجراس الميلاد تقرع من نينوى إلى بغداد، ترنيمات المسيحيين تبتهل السلام والتعايش وعودة المهجرين. خيارنا الحوار لفوهة النار، الكاظمي في أعياد الميلاد: نرفض التهديد والابتزاز وتشكيل الحكومة لا يمر بانسداد. ساكو يخاطب السياسيين عبر الفلوجة: المحاصصة لم تجلب سوى المآسي، وحكومة الكفاءات سبيل نجاة العراقيين. عام جديد ينقضي بلا حلول، المغيبون حاضرون رغم المصير المجهول، دموع الثكالى تختلط بدعوات الكشف عن أبنائهم. كرة النار تمر بالنجف بعد ذي قار، استقالات المحافظين تعبد طريق تشكيل الحكومة، والترضيات السياسية تدخل على خط التوافقات. مرحبا بكم مجددا، والبداية من احتفالات مسيحيي العراق بأعياد الميلاد، إذ هنأ رئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، متمنيا السلام والتعايش لكل العراقيين. نعم، وأكد الخنجر في تغريدة له على تويتر أن العراق بحاجة ماسة إلى كل مكوناته الأصيلة التي أسهمت في بنائه وشاركت في حضاراته عبر التاريخ، مبينا في تغريدته أن على الجميع مسؤولية كبيرة في حماية كل الأديان والثقافات. في غضون ذلك، استبعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يكون هناك انسداد سياسي في البلاد، مشيرا خلال القداس الذي أقيم في كاتدرائية ماريوس في بغداد بمناسبة أعياد الميلاد إلى عدم وجود خيار آخر سوى الحوار لبناء مستقبل يليق بالعراقيين بكل طوائفهم، مشددا على وجوب أن يكون الحوار فرصة للأمل لا أن يتحول إلى عنصر تهديد وابتزاز. أنا لا أعتقد أكون انسداد سياسي في العملية السياسية. نعم، هناك انتخابات وهناك تحديات، هذه طبيعة النظام الديمقراطي. حتى في الدول المتحضرة هناك تشكيل حكومة تطول بعض الأحيان 6 أشهر، وأتذكر في بلجيكيا أحد المرات طولت سنة تأسيس الحكومة. فيجب أن لا يكون هذا الحوار يبعث إحساس بفقدان أمل، بالعكس يجب أن نتفائل كثيراً، ولكن أن يتحول الحوار بالتهديد والابتزاز والسلاح هذا مرفوض مطلقاً وغير مقبول، ويجب أن العراقيين يتوحدوا جميعاً ضد هذا الابتزاز الذي يحاول الحوار تحت عنوان البندقية أو تحت عنوان التهديد. هذا غير مقبول مطلقاً، يجب أن نبني العراق عن طريق التفاهم. احتفل المسيحيون في الحمدانية بمحافظة نينوى بأعياد الميلاد المجيد وسط دعوات وأمنيات بإعادة إعمار المحافظة، كونها ما زالت رغم مرور 4 سنوات كاملة على تحريرها من التنظيمات الإرهابية تعاني من نقص في الخدمات وانعدام البنى التحتية. نتابع. مع إيقاد الشعلة وإعادة إعمار كنائسهم بأيادي العراقيين من ديانات وطوائف عدة، تجددت أمال المسيحيين ببلدة قرقوش في محافظة نينوى بضرورة التعايش السلمي بين أبناء العراق الواحد وقبول الآخر واعتباره لوناً يضاف إلى فسيفسائية العراق التي ولد ونشأ أبناؤه عليها وتعايشوا معها منذ الأزل بسلام ومحبة، مؤكدين تمسكهم بالوطن رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق. تجبحتوا لاله بمرومي وعلى رعش لومه وسبروا طوبه لبنينوشو. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الصالحة. أمنيتي في هذا العيد وفي العام 2022 أن يعم الأمن والسلام في أجواء في ربوع بلدنا العراق العظيم وفي بلدات سهل نينوى ومحافظتنا نينوى، وأن نعيش بعيش مشترك.
إعمار الموصل وعودتها إلى سابق عهدها أهم مطالب المسيحيين في عيدهم، فما زالت المحافظة رغم مرور 4 سنوات على تحريرها من التنظيمات الإرهابية تعاني من نقص شديد بالخدمات وانعدام البنى التحتية فيها. هاي حقيقة يعني الناس قليلة تتبين يعني الوضعية، يعني ماكو واحد يعني ماكو يعني ظاهر حتى يسندون عليه. هنا ماكو أمان، يعني ماكو أمان، مو أمان، ماكو أمان، ماكو أمان مال المعيشة، ماكو أمان، جفاف، شو ما يقول جفاف، شغل ماكو، عمل ماكو، ناس بس تفطر بشوارع. تمثل هذه المرحلة، مرحلة النازحين، مرحلة ألم بالنسبة للمنطقة عامة، فنتمنى من هذا السنة أن يزول هذا الهم الكبير الذي يضغي على أهلنا في المخيمات وأهلنا في بقية المناطق التي انتهكها داعش في مرحلة مهمة من مراحل العراق الحديث. أمنيات المسيحيين في نينوى تتجدد كأمنيات بقية العراقيين بعودة المهجرين رغم صعوبة الظروف الأمنية والمجتمعية واستشراء الفساد والبطالة، ولعل العام الجديد يحمل بوادر انفراجة قد تعيد الطيور المهاجرة إلى أحضان العراق. ينضم إلينا للحديث عن أعياد الميلاد مطران أبرشية كردستان المطران نيثائيل سمعان نزار. أهلا بك نيافة المطران، دخن بريخة، عيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بخير. بداية نيافة المطران، تعايش وتسامح هي الرسائل التي تبعث في هذه المناسبة، ما الذي حمله هذا العام للمسيحيين في العراق وما هي رسائلكم؟ بداية مساء الخير عليك، على جميع كادر قناة الثلوجة وعلى جميع المشاهدين الكرام، واسمحي لي عن طريق قناتكم أهني أبناء الشعب العراقي بهذا العيد، عيد ميلاد يسوع المسيح اللي هو ملك السلام، وطبعا تهنئة خاصة لأبنائنا المسيحيين أينما تواجدوا في أي مدينة من مدن العراق. إن شاء الله هذا العيد يكون فاتحة خير ليس فقط للمسيحيين ولكن لكل أبناء العراق. عزيزتي، يسوع المسيح اللي ولد بيناتنا اليوم في مغارة متواضعة هو ملك السلام، والملائكة نفسهم أنشدوا هذه الإنشودة: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة الصالحة. فأكيد التعايش التسامح هو أهم رسالة تنبعث من مغارة الرب يسوع حيث ولد إلى كل أبناء المعمورة. وما أحوجنا اليوم نحن في العراق أن نرجع ونعمق مفاهيم التعايش السليم، مفاهيم الاحترام. السلام لا يفرض، ولكن السلام يقتنى بالأعمال وبالأقوال. السلام والتعايش معناته أن نتعلم أن نقبل بعضنا البعض بالرغم من كل اختلافاتنا الدينية والعرقية وإلى آخره. إحنا مع بعض نخطط للسلام لمستقبل أفضل للعراق عن طريق. طيب نيافة المطران، كيف اختلفت الاحتفالات بأعياد الميلاد هذه السنة؟ نعلم أن أثار الوباء وزياد عدد المسيحيين المهجرين إلى الخارج هو واقع العراق حاليا، حدثنا عن ذلك. أقدر أقول لك بأنه هذه السنة كانوا في إقبال كثيف جداً يعبر عن جوع المؤمنين إلى حضور الاحتفالات الدينية بعد أن حرموا منها على مدى سنتين. كنائسنا والحمد لله كانت عامرة ومكتظة بالمؤمنين، وهذا بحد ذاته علامة رجاء أنه نحن ما زلنا موجودين، ما زلنا فاعلين في هذا المجتمع، وحضورنا إلى القداديس، مشاركتنا هو علامة على ثباتنا في هذه الأرض. إذن هذه السنة فعلا حملت علامات الرجاء لأنه الميلاد جدد الرجاء في نفس كل واحد من عندنا. فنحن باقين لا نتكلم عن الأعداد، نتكلم عن حضور حقيقي لشعب أصيل في هذه الأرض، وسيبقى إن شاء الله في خدمة هذه الأرض
وأبناء هذه الأرض. طيب، نيافة المطران، أبرز ربما التحديات التي تواجه المجتمع المسيحي اليوم في العراق. عزيزتي، التحديات اللي يواجهها كل فرد مسيحي هي مشابهة للتحديات اللي يواجهها كل أخوت العراقيين من بقية الأديان والقوميات الأخرى. كل مسيحي كما كل عراقي، التحدي الكبير هو أنه يحلم بعراق حر، عراق ديمقراطي، عراق إنساني، عراق يعطي قيمة وكرامة لأبنائه. هذا هو أكبر تحدي. طبعا تحديات الأمان، التحديات السياسية، التحديات الاقتصادية، كل هذه نعاني منها، ولكن أنا أشوف التحدي الأكبر هو أنه كلنا كعراقيين مسيحيين إسلام يزيديين صابية، ونحكي بشكل خاص كمسيحيين في هذه الأعياد، نحن عندنا التحدي الكبير أن نعيش في ظل عراق ديمقراطي نشعر به بأنه عندنا كرامة. نعم. هذا الشعور يخلينا نساهم مساهمة فعالة في بناء مستقبل العراق. نثنائي النزار سمعان مطران، أبرشية كردستان، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. مع بدء الاحتفالات بأعياد الميلاد، تتجدد أمنيات أبناء المكون المسيحي في أن يكون هناك حراك فعلي لضمان حقوق متساوية لجميع الطوائف، وأن يعود المهجرون إلى ديارهم لإعمارها بقيم التسامح وقبول الآخر. تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التقرير. التعايش والسلام، رسائل أطلقها مسيحيو العاصمة بغداد بمناسبة أعياد الميلاد، فيما اختلطت أمنياتهم مع آمال جميع العراقيين بمختلف الطوائف بأن يعم الأمن والاستقرار ربوع البلاد، وأن يشهد العام الجديد تغييرا جذريا نحو الأفضل، بعيدا عن المحاصصة والعنصرية، وقريبا من تفعيل قنوات التعايش والحوار بين الأديان. هذا ما عبر عنه بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق الكاردينال لويس ساكو من خلال كاميرا الفلوجة. نتمنى نحن بهالعيد أنه يرجع العراق إلى ما كان، إلى طبيعته، يكون استقرار وأمان وأيضا توفير خدمات، وكل إنسان عراقي، كل مواطن عراقي يشعر بأنه العراق بيته، هو محترم حاله حال كل المواطنين، ونخلص من الطائفية والمحاصصة اللي ما جابت لنا إلا البلاوي. يعني أتمنى أن تتشكل حكومة وطنية، حكومة كفاءات، وتخلي أمامها مصلحة البلد وليس مصلحة الأشخاص أو الأحزاب. ينتظر مسيحيو العراق في هذا العام أن تخرج الأمنيات من دائرة الأقوال إلى الأفعال، وأن يكون هناك حراكا فعليا لضمان حقوق متساوية للجميع في بلد نسجت مكوناته بخيوط التلاحم والتآخي، وأن يعود المهجرون إلى ديارهم لإعمارها بقيم التسامح وقبول الآخر. والله هو عيد قيامة مجيد لكل المسيحيين وإخواننا الأسلام هم، وإن شاء الله سنة خير للجميع يا رب، على كل الشعب العراقي عامة. يعني طبعا أكيد كل عام العراق بخير والمسيحيين خاصة بألف خير. أكيد أمنياتنا الوحيدة بهذا البلد أنه يستقر وتكون حياة سعيدة وتكون حياة لامة وشاملة لكل العراقيين. ولحرصهم على هذا الوطن الذي يجمع مختلف الطوائف والقوميات، حرص المسيحيون على دعوة السياسيين العراقيين إلى الحوار وتغليب مصلحة الشعب العامة على المصالح الحزبية الضيقة، مع قرب تشكيل حكومة وبرلمان جديدين. من بغداد، أنس يوسف، قناة الفلوجة.
في إقليم كردستان، شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال تهنئته أعياد الميلاد، شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة التعايش والتآخي بين جميع مكونات الإقليم، متمنيا عاما يكون بداية لانتهاء المعاناة والقمع. وبدوره هنأ رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني المسيحيين في الإقليم والعراق، مؤكدا أن الإقليم سيظل مهدا وأرضا للتعايش المشترك وقبول الآخر والتسامح. في صورة أخرى للتعايش السلمي والتكاتف بين الطوائف والأديان في العراق، علق أبناء المكون المسيحي في إقليم كردستان احتفالاتهم بأعياد الميلاد حزنا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تعرضت لها بعض مدن الإقليم قبل أيام. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. بعد فاجعة الفيضانات والسيول التي خلفت ضحايا ومفقودين من عرب وكرد وأجانب، يخيم الحزن على مدينة أربيل. هنا في ناحية عينكاوا ذات الأغلبية المسيحية قد لا يختلف الحال عن بقية مدن الإقليم، فقد علق المسيحيون احتفالاتهم بمناسبة أعياد الميلاد حزنا وتضامنا على أرواح الضحايا في واحدة من أروع صور التكاتف والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. بيوم الميلاد مالته هو نشر المحبة والسلام والوئام للشعب عامة، ونحن أيضا بهذه المناسبة نتمنى أن يعم السلام والمحبة والأخوة بين جميع أطياف الشعب العراقي. ونحن على اعتاب عام أشرف على الانتهاء، شوارع أربيل وساحاتها الرئيسية خلت من مظاهر الفرح والزينة التي اعتادت عليها، لتقتصر الاحتفالات على إقامة قداس في كنيسة ماري يوحنا بحضور محافظ أربيل ووزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم. هي مناسبة لكي نتمنى فيها الخير، والخير يتضمن أيضا كل معاني الاستقرار والأمن والسلام والعيش السعيد لعموم الشعب العراقي. نتمنى من ربنا أن يرجع أصحاب البلد إلى بلدهم. وفي وقت سابق ألغت السلطات المحلية جميع الاحتفالات الرسمية بأعياد الميلاد، فيما تصاعدت الدعوات والأمنيات بعودة جميع النازحين والمهاجرين من المكون المسيحي إلى ديارهم، كونهم أحد المكونات الأساسية في تركيبة المجتمع العراقي. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. والآن ينضم إلينا مراسلنا من بغداد أنس يوسف، ومن أربيل زميل بشير الحسن. مرحبا بكما زميلي. أبدأ معك أنس، كيف هي الاحتفالات برأس السنة الميلادية في بغداد لو تضعنا في أجواء هذا العام والتي تتزامن مع الأزمة العالمية، أزمة كورونا، ماذا في جعبتك؟ نعم، تحية لكما زميلي وللسيدات والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا بغداد تشهد منذ يعني قبل يومين وحتى هذه اللحظة استعدادات كبيرة للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية. هنالك يعني قداس يقام في يعني كنائس بغداد في جميع المناطق، في مناطق الدورة والمنصور وكذلك الكرادة والسيدية وبعض المناطق الأخرى التي توجد فيها كنائس. يعني اليوم هنالك تآخي ومحبة بين جميع يعني الطوائف والقوميات والأديان في العاصمة بغداد بهذه المناسبة العظيمة للإخوان المسيح في العراق وبالعالم بشكل عام. طبعا يعني الأمنيات يعني لا تختلف أمنيات يعني المسلمين عن أمنيات المسيحيين هنا في بغداد. الكل يدعو إلى المحبة والتعايش وعدم نبذ الآخر، وأيضا هنالك مطالبات للتآخي فيما بين السياسيين، وأيضا الدعوة إلى الحوار للخروج من الأزمات السياسية التي تنعكس سلبا على المواطن. طبعا يعني بغداد تشهد ازدحامات كبيرة، وذلك للاستعداد لهذا اليوم الكبير الذي سيقام هنا في بغداد، وهو الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية في الكنائس المنتشرة في مناطق بغداد والتي فتحت أبوابها ليس فقط
فقط للمسيحيين بل لكل القوميات والطوائف والأديان. هنا يعني نشاهد من أغلب يعني أغلب الأديان العراقية التي هي متعايشة اليوم في العاصمة بغداد تذهب لهذه الكنائس لإحياء يعني هذه المراسيم وكذلك هذه الاحتفالات مع الأخوة المسيحيين. هنالك أيضا دعوات اليوم شاهدناها من الكنائس في بغداد سواء في المنصور وكذلك الكرادة بالدعوة إلى التسامح وكذلك عودة المهاجرين وأيضا فتح الكنائس المغلقة في بعض المناطق العراقية سواء كانت الجنوبية أو بعض المناطق الوسطى. طيب زميلي أنس، هل تأثرت الاحتفالات والتجمعات بكورونا بوباء كورونا باختصار لو سمحت؟ نعم يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأثير لجائحة كورونا على هذه الاحتفالات التي هي مقامة في العاصمة بغداد. يعني هنالك تجمعات كبيرة شاهدناها رغم يعني التحذير من قبل وزارة الصحة وكذلك يعني الفرق الصحية هنا في بغداد من عدم يعني الاختلاط وكذلك عدم التجمعات الكبيرة ومنع التجمعات الكبيرة والتباعد الاجتماعي أثناء الاحتفال، لكن نشاهد هنالك يعني تجمهر كبير في بعض مناطق العاصمة بغداد لا سيما المنصور والكرادة وأيضا شارع المتنبي الذي هو ستقام به الاحتفالية المركزية في ليلة رأس السنة. نعم شكرا لك زميلي أنس. نتحول من بغداد إلى أربيل هذه المرة في صورة ربما أخرى للتعايش السلمي بين طوائف والأديان في العراق. زميلي بشير، علق أبناء المكون المسيحي في الإقليم احتفالاتهم حزنا على ضحايا الفيضانات، مزيد من التفاصيل بشير وكيف استقبل الساكنة في أربيل العيد؟ بداية أسماء كل عام وجميع المسيحيين في العراق وإقليم كردستان بألف خير، كل عام وجميع المسيحيين إن شاء الله بأمن وأمان واستقرار، وأيضا للشعب العراقي عموما يعني هنا في إقليم كردستان وبالتحديد في أربيل. يعني بعد أن علقت الاحتفالات الرسمية من قبل السلطة المحلية في أربيل، أيضا يعني لم تشهد مدينة أو ناحية عينكا وذات الأغلبية المسيحية التي تضم آلاف من المسيحيين، حيث لم تشهد هذه المدينة والتي تضم مجموعة كبيرة من الكنائس لم تشهد احتفالات رسمية كالمعتاد في كل عام، يعني حيث علقت جميع مظاهر الفرح جميع مظاهر الزينة واقتصرت فقط على إقامة قداس حضره السيد محافظ أربيل السيد أميد خوشنا وأيضا وزير الأوقاف والشؤون الدينية هنا في حكومة إقليم كردستان تضامنا وحزنا يعني مع ضحايا الفيضانات اللي اجتاحت مدينة أربيل. هناك حزن كبير حقيقة عن مدينة عينكاوة يوم أمس وأيضا يوم حزن على أرواح الضحايا نتيجة الفيضانات اللي اجتاحت مدينة أربيل. عموما يعني الاحتفالات لم تكن بارتفال بصورة كبيرة كما شهدتها قد تكون بغداد وبقية المحافظات الأخرى، احتفالات اقتصرت أسماء على قداس وأيضا صلوات في داخل الكنائس، حيث لم نشهد في كل عام يعني نلاحظ يعني أربيل تتزين وتتزين الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسية بمظاهر الفرح ومظاهر الزينة، ولكن هذا العام قد يعني اختلف اختلاف كبيرا عن بقية الأعوام السابقة أيضا نتيجة جائحة كورونا وأيضا نتيجة الحزن الكبير الذي يلف مدينة أربيل. عموما يعني أربيل تحتضن آلاف من المسيحيين حقيقة وأيضا هناك يعني مجموعة كبيرة وآلاف كبيرة ومئات من النازحين من كركوك وأيضا من الموصل يتمنون بالعودة إلى ديارهم إلى مناطقهم التي فارقوها منذ أمد بعيد. أيضا يعني هناك آلاف من المسيحيين المهجرين خارج العراق، هناك دعوات شعبية هنا في إقليم كردستان من العرب من الكرد إلى الأخوة المسيحيين أن يعم الأمن والأمان وتعود جميع هذه الطيور المهاجرة إلى ديارها آمنة مستقرة. أيضا يعني هناك يعني حقيقة أيضا تهاني حكومية ورسمية من قبل حكومة إقليم كردستان السيد مسرور نعم لضيق الوقت أعتذر زميلي بشير الحسن كنت معنا من أربيل وزميلي أنس يوسف كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لكما. الأخبار مستمرة.
في كنيسة مريم العذراء بمحافظة بابل أقام عدد من المسلمين القداس بمناسبة أعياد الميلاد بعد هجرة جميع أبناء الديانة المسيحية من المحافظة ليجسدوا في هذه المبادرة أبهى صور التلاحم بين أطياف الشعب العراقي. تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التقرير. يستعد المسلمون في محافظة بابل بدلا من المسيحيين للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية من خلال تجهيز وتزيين الكنيسة الوحيدة في المحافظة، كنيسة مريم العذراء، بعد أن هاجر السكان المسيحيون خارج العراق. في سنوات سابقة كانت هذه الكنيسة في مثل هذه الأيام تغص بأبناء الديانة المسيحية، باتت اليوم مكانا لاستذكار أهلها من قبل المسلمين في المدينة. طبعا احنا مسلمين مو مسيحيين، دائما نجي لهذا المكان. هاي السنة الثالثة على التوالي طبعا نهنى اخواننا المسيحيين بهاي الاعياد، وان شاء الله نتمنى لهم الحياة السعيدة، ونتمنى انه يرجعون لاماكنهم اللي سواء كانوا مهجرين او غير مهجرين او خارج العراق وداخل. يعتبر المسلمون هنا ان هجرة المسيحيين خسارة لارض الرافدين، وناشدوا المهاجرين عبر الفلوجة بالعودة إلى بلدهم وكنيستهم. احنا كل سنة نجي لهنا للكنيسة منذ 3 سنوات، نشوف الكنيسة انه فارغة ماكو احد بيها، فننقر هذا الشيء مؤلم لنا. نتمنى من اخواننا المسيحيين انه يرجعون، وايد بايد ان شاء الله احنا وياهم كل عام هم بألف خير. بقيت كنيسة مريم العذراء شامخة وسط الحلة خالية من ترانيم أعياد الميلاد، لكنها لم تخلو من المحتفلين بالرغم من تحولها من مكان مقدس للعبادة إلى مكان أثري للتبرك والتقاط الصور. من محافظة بابل، عيسى كاظم، قناة الفلوجة. أكدت مفوضية حقوق الإنسان في ديالى أن أكثر من 300 أسرة نازحة من قرى نهر الإمام لم تعد إلى مناطقها على الرغم من مرور أكثر من شهرين على نزوحها، مشيرة إلى أنهم يعيشون وضعا إنسانيا صعبا للغاية. وأضافت حقوق الإنسان في بيان لها أن الأسر النازحة في الوقت الراهن تسكن بعقوبة ومدن أخرى في ديالى وخارجها، مضيفة أن منحة 1,000,000 دينار من قبل الحكومة لا تكفي لشيء، لا سيما أن الأسرة تركت كل شيء خلفها. كما شددت المفوضية على أنه لا خيار لحل أزمة هذه الأسر النازحة إلا العودة إلى مناطقها. مع اقتراب نهاية عام 2021 يبقى ملف المغيبين دون حل ينهي معاناة مئات العائلات التي تنتظر عودة أبنائها منذ ما يقرب من 7 سنوات، وسط دعوات تتجدد لضرورة الكشف عن مصيرهم. تفاصيل أخرى نتابعها في هذا التقرير. قضي عيشتي بتشي، مو بس أنا كثير الأمهات. عام ثامن يمر على المغيبين في صلاح الدين، وما زال الدم على وجوه محبيهم. ذوو المغيبين في أمس الحاجة إلى تضميد الجراح على الأقل بمعرفة مصير أبنائهم إن كانوا أحياء أو أمواتا. أما أصواتهم الحزينة فهي تتعالى بين فترة وأخرى مطالبين بحل هذا الملف الشائك. لو عنده بجد شعر روحك هذا القرآن ما داعي بيه، لأقول هذا حقه وجاء أطفال بريء عامل مال حنطة، هذا عامل مال حنطة، وقال له له 5 دقائق ومفكك، والخمس دقائق هاي صار له 7 سنين و4 أشهر له 5 أشهر، ويعني نريد نشوف. يقولون يا ابنكم طيب ابنكم ميت، يعني لا عوضونا ولا قالوا ان ابنكم وين موجود. عام جديد ينقضي وما زال المصير مجهولا لمئات الشبان رغم المناشدات من الأهالي، حتى أبدوا عدم اعتراضهم أن يقف ذووهم أمام القضاء العادل، فمن كان مذنبا ينال جزاءه، ومن كان بريئا يعود إلى أحضان أسرته. بالسيطرة نزلوا استفسار 5 دقائق، والخمس دقائق صارها 7 سنين و4 أشهر، بدينا بالسنة الثامنة المغيبين، ولدي وابني والآخر والآخر. يعني إذا عندهم شيء القضاء العراقي موجود، زين القضاء موجود هو يتصل بيهم، ما عندهم شيء أطلق صراحهم مدي للقاضي، القاضي هو يتكفل بأمره.
احنا نقسم بكل الانبياء ان ابنا واكثر اكثرهم هم كلهم يزبرياء. المخبر السري هجم بيوتنا كنا. اربع ارهاب غير تثبتون عليه واعدموه، خلي يولي اعدموه ما اريده، هذا يصير ارهابي انعدم ما اريده، احنا متبرين منه كل العراقيين. ثماني سنوات من الانتظار أذابت قلوب أمهات وزوجات وأطفال عانوا الأمرين، فالكثير ممن فقدوهم كانوا المعيلين لهم، وبفقدهم اهتزت أركان أسرهم وضاع حاضرهم واصطدم بمستقبلهم المجهول، إلا من فسحة أمل لعلها ترجع لم شمل العائلة من جديد. من صلاح الدين عبد المنعم الويسي، قناة الفلوجة. عن هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي. مرحبا بحضرتك دكتور. مر عام على المغيبين، وحتى هذه اللحظة ما تزال الأرقام متضاربة حول أعدادهم في العراق، بتقديركم كم تبلغ؟ نعم، تحية طيبة لكم الجمهور. حياك الله. يعني على أقل تقدير لو تحدثنا عن الشكاوى والإبلاغات المقدمة للمؤسسات الرسمية فهي تتراوح ما بين 8000 إلى 11000، وهي مثل ما يعني حددنا تشمل فترة سقوط الأراضي العراقية تحت سيطرة داعش ثم ما بعد أو خلال فترة التحرير. ويعني بقت هذه القضايا للأسف الشديد يعني قيد الإبلاغات والشكاوى بدون وجود أي تحقيق حقيقي في هذا الملف، وهو تقصير واضح يعني لدى مؤسسات الدولة وعدم وجود رغبة حقيقية في إنهاء هذا الملف، لأن هذه الجرائم يعني أو جريمة الخطف بالتحديد يعني تسمى من يعني أو تدخل ضمن الجرائم التي لها صفة الاستمرار، وبالتالي استمرار غياب نتيجة أو مصير المخطوف هو يعني دليل يعني أن حتى قضايا تغيب من قبيل التغيب عبر المخبر السري التي غالبا ما يعرف أين يذهب باعتباره هو مبلغ عليه لكن ليس بطريقة صحيحة بطريقة المخبر السري، حتى هؤلاء لا يعرف أثر لهم حتى الآن، لماذا برأيك؟ يعني هو بصراحة يجب التفريق بين أمرين، هناك جريمة خطف قد تقوم بها أو يقوم بها شخص أو تقوم بها جهة معينة بدون علم الحكومة وبدون علم السلطات الرسمية، حتى لو فرضنا أنها يعني أخذت زي السلطات الرسمية أو تحايلت بشكل وآخر، وهذا يختلف وهذا مجرم صراحة حسب قانون العقوبات العراقي مادة 421-22 وأيضا حسب قانون مكافحة الإرهاب الإشكالية في العراق أننا قد نتحدث يعني هذا في حال إثبات التحقيق طبعا، باعتبار أن هناك ادعاءات حول ذلك، قد نتحدث عن يعني تورط السلطة الرسمية في هذا الموضوع، وهنا بصراحة يعني نعاني من ثغرات قانونية من مشكلة قانونية، وقضية المخبر السري وغير ذلك، يعني حتى لو كان لدينا مذكرة إلقاء قبض وتم حجز الشخص حتى لو كان متهم، ولكن في ظل غياب الشفافية وظل غياب الضمانات القانونية وغياب معرفة مصير المتهم أو المعتقل عن أهله هو يعتبر إخبار قسري حسب اتفاقية حماية الأشخاص من الإخبار القسري. طيب يعني هنالك لجان شكلت وتم الحديث عنها في العام الماضي وكان الحديث عنها على قدم المساق يجري، وحتى هذه اللحظة هذه اللجان هل تعتقد أن يكون لها أثر على أرض الواقع؟ يعني كمفوضية على سبيل المثال عملنا في هذا الملف بشكل مستقل، ويعني وصلت عدد الشكاوى مثل ما ذكرت إلى ما يقارب 8000، ولم يعرف مصير يعني إلا بضع المئات، وهم بصراحة يعني باعتراف يعني المفوضية حينما لم تعرف مصير إلا المئات من هؤلاء الذين يقدر عددهم ما بين 8000 إلى 11000، ماذا تخرج بنتيجة؟ يعني 10000 يعني فلنقل 10000 أو 9000 مغيب، هكذا تستنتج المفوضية؟
يعني النتيجة أنه الإرادة مفقودة في هذا الموضوع. أنا ذكرت أنه جريمة مستمرة ما دام المصير غير مجهول، فبالتالي الحكومة اليوم هي متهمة باستمرارية الجريمة، لأننا نتكلم عن قضيتين، إما اختطاف أو تغييب حسري. أولا يجب التفريق بينهما، ثانيا يجب يعني مساءلة من كانوا سبب، سواء كان اختطاف من قبل عصابة أو جهة. وعلينا أن أيضا نشير إلى قضية مهمة جدا، وأعتقد هناك خلل في توصيف هذه الجرائم. هناك لجنة أممية موجودة في العراق وهي اليونيتاد، وهي لجنة مخولة من مجلس الأمن بالتحقيق في جرائم عصابات داعش. الإشكالية أنه التشخيص المسبق لهذه الجرائم قبل التحقيق وإبعادها بشكل وآخر عن بعض التوصيفات التي تجعلها خارج الإطار التحقيق الدولي هو أيضا يعني إهمال للتحقيق. لذلك على الحكومة على أقل تقدير إن لم تكن قادرة على التحقيق في هذه الجرائم أن تطلب من اليونيتاد أن تحقق في هذا الموضوع، على أمل أن نصل إلى العدالة الحقيقية في هذا الموضوع. نعم، عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتور علي البياتي كنت معنا، شكرا لك. الأخبار مستمرة. خطوات تمهيدية لتشكيل الحكومة تبدأ بحركة استبدال المحافظين في الحكومات المحلية، ترضيات سياسية أو استمالات، تفاوت في الآراء بشأن ما يجري في محافظات الوسط والجنوب مع افتتاح موسم الإقالات، نتابع تفاصيله في هذا التقرير. تقديم استقالتي وقد قدمتها بالفعل إلى دولة الرئيس يوم أمس. أقدم إعفائي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء من منصبي. موجة تغييرات طالت المنصب التنفيذي الأعلى في المحافظات. موسم الاستقالات بدأ ودشنه الخفاجي في ذي قار، ثم الياسري في النجف، وكرة النار تشير بوصلتها نحو الديوانية وبابل بحسب مراقبين. بالنسبة لاستبدال المحافظين بالآونة الأخيرة هي صفقة سياسية للتغطية على فساد الأحزاب المتنفذة وإرضائها للوصول إلى المناصب الحساسة في المحافظات خصوصاً الوسطى والجنوبية المنتفضة. الاستقالات تفتح أبواب التساؤل عن المسببات والتوقيت. مصادر مطلعة رجحت وقوف جهات سياسية خلف حراك استبدال المحافظين في خطوة تمهيدية لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها. مناصب رفيعة قد تمنح لجهات سياسية على سبيل الترضية تارة، أو لاستمالتها إلى صف حكومة الأغلبية تارة أخرى. نطالب بتنصيب محافظ مستقل، كون محافظة ذي قار تسخر بالكفاءات التي تستطيع الخروج بالأزمة من هذه الأزمة والمحنة التي تعيشها المحافظة بسبب الفساد والولاءات وفرض الإيرادات من قبل الأحزاب في المحافظة. الأمر لا يتوقف عند البعد السياسي كما يبدو، إذ أن مراقبين ذهبوا إلى أن ما يجري في الوسط والجنوب يرتبط بمشاريع استثمارية وصراع جهات تريد السيطرة على منافذ تمويل المشاريع. أكيد التغييرات السياسية اللي حصلت بالمحافظة راح ينعكس بشكل سلبي على واقع الإعماري في المحافظة، لأن خصوصا مع تغيير محافظين ونواب ومدراء دوائر هذا راح ينطي عدم ثقة لدى المسؤولين في بغداد وحتى لدى المواطن، والمواطن الديقاري بحاجة إلى اطمئنان خصوصا بعد مرور فترة طويلة لعدة سنوات من عدم الطمأنينة وفقدان الثقة ما بين الحكومة وما بين المواطن، فضلا عن أنه المحافظة مقبلة على مشاريع كبيرة. يبدو أن دخان الإطارات وتحريك الشارع بات ينوبان عن دور مجالس المحافظات التي تمتلك الصلاحية الدستورية لإقالة المحافظين، لكن بغيابها وغياب البرلمان يبدو أن الجنبة السياسية والصفقات الاستثمارية هما الحاكمان الوحيدان. على هذا الموضوع ينضم إلينا عضو ائتلاف النصر السيد عقيل الرديني. مرحبا بحضرتك سيد عقيل. برأيك حياكم يعني الله، يا مرحبا بك، كيف تفسر إقالة محافظين في أيام قليلة؟ من المسؤول عن ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم وتحية إلى مشاهدي قناتكم الكريمة. صراحة يعني عدم الاستقرار السياسي بات واضحا منذ أشهر، يعني عندما كان هنالك البرلمان موجود ومجالس المحافظات موجودة
يعني لم يتم إقالة أو تقديم استقالة المحافظ باعتبار أنه القانون يكون يعني عندما يريد أن يقدم استقالة المحافظ يجب أن يقدم إلى مجلس المحافظة. اليوم في ظل غياب مجلس المحافظة وفي ظل غياب مجلس النواب أكيد يعني هنالك فراغ في هذا المجال. الآن السيد رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية العليا في البلاد، لذلك أعتقد سوف يعني بعد الاستقالة يكلف يعني إما أشخاص من خارج المحافظة أو يعني نواب المحافظين في النجف. نعم طيب، هذه مآلات الإقالة، لكننا نبحث سيد عقيل عن السبب، والسبب في هذا التوقيت أكيد أن هنالك أما نعم سيدي، أعتقد هنالك ضغطا جماهيريا يعني من الشارع العراقي، وبات هذا الضغط واضحا، لذلك المحافظين أو اللي في محافظة النجف والناصرية حتى يتخلصوا من هذا الضغط الجماهيري أدى إلى استقالة المحافظين بهذه الطريقة. نحن نعتقد أنه الوقت غير ملائم للاستقالة في هذا الوقت، باعتبار سوف يكون فراغ وسوف يعني هنالك ربما مشاريع سوف تتلكى أو تتوقف، لأن اليوم المحافظين صارهم سنوات يعملون في هذا المجال وهم متابعين لعدد يعني المشاريع. جنابك تستبعد أن يكون هنالك ضغط سياسي، ليس من الملائم أنه المحافظ يقدم استقالته في هذا الوقت. تستبعد أن يكون هنالك ضغطا سياسيا لاستقالة محافظين في يومين تقريبا؟ لا شك يعني هنالك ضغطا من الشارع العراقي، أما يعني الشارع السياسي ما أعتقد أنه هنالك ضغطا، باعتبار اليوم مجالس المحافظات غير موجودة، فمن أين يأتي الضغط أو البرلمان العراقي؟ أما ما يحدث هنالك ضغط جماهيري لمصالح معينة يتم يعني استقالة المحافظين بسبب هذا الضغط. نحن نتمنى أن يكون أو تشكل الحكومة قريبا، وبالتالي تعاد المجالس يعني المجالس النيابية إلى أماكنها، كذلك أن تكون هنالك انتخابات لمجالس المحافظات من أجل إكمال العملية الرقابية والدستورية في البلاد، ثم يتم اختيار المحافظين بعد الانتخابات. يعني نحن نرجح أن يبقون المحافظين في أماكنهم يعني متابعة أعمالهم اليومية، وبالتالي من أجل متابعة هذه الخدمات. أما بهذه الطريقة فأعتقد غير ملائم يعني تقديم الاستقالة من قبل المحافظين، وإذا كان ما هنالك ضغطا عليهم سياسيا فعليهم أن يفصحوا من أي جهة كان الضغط السياسي. كل ذلك يجري كما تلاحظ أستاذ عقيل في ظل غياب برلمان ومجالس المحافظات، وحتى نحن في حكومة تصريف أعمال هناك من يعتقد أنه ربما سوف نشهد نوعا من الاستغلال لهذه الإقالات لضرب عصفورين في حجر واحد والاستفادة من تمرير أغلبية سياسية، هل تتفق مع ذلك؟ يعني ما أعتقد هنالك ربط بين الأغلبية السياسية وبين المحافظين. تعلم أنه الأغلبية السياسية تكون من خلال البرلمان ومن خلال الوزراء، أما من خلال المحافظين يعتبرون من الدرجة الثانية في العمل الإداري، وبالتالي أنه المحافظ هو بدرجة وكيل وزير وليس وزيرا. فأعتقد حتى وأن تم تغييرهم في هذا الوقت، لكن عندما تكون هنالك حكومة أكيد سوف يتم اختيار محافظين آخرين يعني من خلال الانتخابات. أما هذا في هذا الوقت يعني تغييرهم هو أعتقد ليس ملائما للجهات السياسية كذلك للجهات الخدمية. اليوم لا نريد أن تبقى المحافظة في فراغ إداري وقانوني بقدر ما يكون المحافظ مسؤول أمام الشعب وأمام الحكومة في ظل هذا الوقت. موضوع ائتلاف النصر، السيد عقيل الروديني كنت معنا، شكرا لك. الأخبار مستمرة.
مر عام 2021 ثقيلا على العراقيين بأحداث مأساوية بدأت من التفجير الانتحاري في ساحة طيران وآخر في سوق الوحيلات في بغداد، مرورا بحريق مستشفى ابن الخطيب. كما شهد هذا العام حدثا استثنائيا بزيارة البابا إلى العراق، في حين اختتم أحداث العام الجاري بإجراء الانتخابات النيابية. حصاد العام كله في هذا التقرير. بينما نستعد جميعا لاستقبال عام جديد، يبقى الماضي يطارد الذكريات، فعام 2021 لم يكن ضيفا خفيف الظل على العراقيين. أبرز ما خطه العام من قصص يمكن أن نستذكرها في دقائق. تفجيران انتحاريان وقعا في ساحة الطيران والباب الشرقي بالقرب من سوق البالة في بغداد، أودى الحادث بحياة 38 شهيدا و110 جريح. لم تعلن الحكومة العراقية مباشرة عما يعتقدون أنه الفاعل، لكنها قالت أنها حادثة إرهابية. حيث جاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن انتحارياً فجر نفسه في سوق البالة في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد بعد ادعائه أنه مريض، فتجمع الناس حوله، ثم ما لبث أن فجر انتحاري آخر نفسه بعد تجمع الناس لنقل الضحايا الذين أصيبوا في التفجير الأول. يعني عمر وعلي أخوان راحوا وحزنت عليهم العالم، واحد توه مرته حامل، طفل شاب عمره 19 مدري 20 سنة، اللي شايب والمعوق واللي شغلات اللي جرحه ليش؟ اكتظ السوق بالموت في ليلة العيد بدلا من الفرح، فمن جاء لشراء الملابس محتفلا عاد إلى منزله إما محمولا بكفن أو حاملا للجراح. كل عام يمر على العراقيين وهم ليسوا بخير. ليس لفرحة العيد أن تتحول إلى حزن ودموع إلا في العراق، ففي لحظة واحدة تحول سوق الوحيلات في مدينة الصدر الذي تقصده الأمهات والأطفال من مكان يشع فرحا استعدادا للأضحى إلى جثث تناثرت فوق ملابس العيد. نوجه إلى رئيس الوزراء المحترم أن يكون يرعى هذه الطبقة الفقيرة من خلال أنه هذه المعاناة، ومن خلال أنه أكو شهداء يمكن حقوق ما استفادوا من عتها أو مركونة. كارثة إنسانية لا يزال ذكرها يداعب المشاعر ويعتصر لها القلب، ما كان لها أن تحدث لو توفرت شروط السلامة بشكل كامل. حريق مشفى ابن الخطيب الذي غيب قرابة 80 قتيلا وأكثر من 100 جريح. حيث اندلع حريق في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مشفى ابن الخطيب نتيجة انفجار عبوة أكسجين، ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد. استذكر حدث مؤلم جدا، يعني حريق والجسمة يعني هو صار حدث يعني بسرعة، لأنه الناس تفاجأت به، فإجت الناس لقت حريق قدامها، يعني بعد ما أي يعني مفاجأة صارت للناس، يعني أي فبسبب شنو؟ الإهمال، أكثر شيء كان إهمال السبب. وبين كل هذا الدمار تبرز زاوية لافتة في عام 2021، وهي زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، فإلى جانب أهميتها العراقية حظي الحدث باهتمام عالمي ضخم، ربما لأنها الرحلة الأولى للبابا خارج روما منذ انتشار وباء كورونا. وفي نهاية العام العراق بين النهوض أو الفوضى، الصراع الانتخابي إما اتفاق أو اقتتال. انتخابات هذا العام التي جرت للمرة الأولى دون حظر للتجوال يصفها العراقيون بأنها الأنزه منذ عام 2003، وهي تعتبر الميلاد الآمن الذي يبحثون عنه، ويأملون أن ينتهي العام بتشكيل حكومة تتناغم مع مطالبهم. هسه كل الشعب مطمئن زين وينتظر
تشكيل الحكومة العراقية. أول مرة تصير انتخابات إيش نزيهة زين؟ القبلها لا. الله يعين كل مظلوم على الظالم. قبل كنا نشيل جروحنا ونمشي وخفافيس الظلام تريدنا نساوم، وصوت أمي يفززني بتوالي الليل يمه شمالها الواد. ندى المرسومي من بغداد، قناة الفلوجة. تزامنا مع أعياد الميلاد أقامت مؤسسة خيرية مبادرة لتشجير المنطقة القديمة في الموصل، إلا أن البطل في القصة كان بابا نويل الذي قام بتوزيع الأشجار على أهل المنطقة. تفاصيل القصة الكاملة نتابعها في هذا التقرير. تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية، غالبا ما يقوم بابا نويل بتوزيع الهدايا والألعاب على أطفال المدينة، لكن بابا نويل عندما دخل الموصل القديمة ورأى خرابها قرر أن يستبدل تلك الألعاب بأشجار وزروع وتوزيعها على الأهالي ضمن حملة سميت بالموصل الخضراء. كان اختيار المنطقة القديمة من ضمن أولوياتنا كونها تعرضت إلى نكبة كبيرة وأيضا بحاجة إلى أن نزرع فيها الأشجار. من المعروف أن المنطقة القديمة لا توجد فيها مساحات خضراء مفتوحة، لذلك عملنا على توزيع الأشجار الصغيرة والكبيرة على المنازل، وقمنا بطرق الأبواب وإعطاء هذه الأشجار. وفي أزقة الموصل القديمة يتنقل بابا نويل من دار إلى أخرى لتوزيع الأشجار الصغيرة وسط ترحيب كبير من الأهالي بهذه المبادرة التي قالوا إنها ستمنح المدينة حزاما أخضرا يقيها من حر الصيف وغبار الخريف، فيما ترتفع الدعوات لدعم مثل هذه المبادرات وتعميمها على باقي المناطق. حقيقة يعني شعرنا بفرحة كبيرة، هناك الناس يعني تحث على هاي المسألة بزيادة التشجير بالمدينة، وذلك لأنه المدينة عانت كثير خاصة أثار الدمار وأثار البارود وأثار الحرب، فهذه مبادرة جميلة بأنه المدينة تشجر والإكثار من الغطاء الأخضر. رغم دمار الموصل وتعرضها لأسوأ نكبة في تاريخها، فإنها بين فترة وأخرى تبهر العالم بمبادرات مجتمعية وإنسانية غايتها العودة بأم الربيعين إلى سابق عهدها، بل إلى أجمل وأزهى. فطوبى لكم يا أبناء الموصل وبوركت جهودكم. امشي المدخل اللي يوديك يعبرك الشارع يفوتك على جو. بهذا الروبورتاج نصل إلى طي أوراق هذا الحصاد ونذكر بأبرز ما جاء فيه. أجراس الميلاد تقرع من نينوى إلى بغداد، ترنيمات المسيحيين تبتهل السلام والتعايش وعودة المهجرين. خيارنا الحوار لا فوهات النار، الكاظمي في أعياد الميلاد، نرفض التهديد والابتزاز وتشكيل الحكومة لا يمر بانسداد. ساكو يخاطب السياسيين عبر الفلوجة، المحاصصة لم تجلب سوى المآسي وحكومة الكفاءات سبيل نجاة العراقيين. عام جديد ينقضي بلا حلول، المغيبون حاضرون رغم المصير المجهول، دموع الثكالة تختلط بدعوات الكشف عن أبنائهم. كرة النار تمر بالنجف بعد ذي قار، استقالات المحافظين تعبد طريق تشكيل الحكومة، والترضيات السياسية تدخل على خط التوافقات. مشاهدينا النشرة انتهت، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة مواقع التواصل الخاصة بالفلوجة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.